خلونا نستعرض دلوقتي مع حضراتكم جولة مرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، ونبتدي من محافظة القاهرة وبالتحديد من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي هناك كثافات مرورية من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد، لكن كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية، ولو رحنا لكوبري أكتوبر هنلاقي هناك كمان كثافات مرورية مستمرة ومكملة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي هناك في سيولة مرورية. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الكلام للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. ظهرت كثافات في متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. تعالوا بقى نروح لمحافظة الجيزة ونبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان اتكونت كثافات مرورية في محور 26 يوليو اللي قادم لميدان لبنان، ومن مدينة 6 أكتوبر كمان في كثافات مرورية. أما المتجه الاتجاه الآخر بيشهد كثافات لكنها بسيطة ومتحركة وبتنتهي عند طلعة الدائري، لكن بيشهد طريق المريوطية الدائري المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية انسيابية مرورية كبيرة. كمان شهد شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي كثافات متحركة، لأنه ارتفعت الكثافات كمان في ميدان الجيزة. لو رحنا لشارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية، وده طبعا بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين، كمان تظهر كثافات مرورية تانية متحركة في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، وكمان محور صفت عليه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. لكن لو رحنا لشارع فيصل هنلاقي هناك كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي ومكملة لحد ميدان الجلاء. تعالوا نروح لمحافظة الأليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية مثلا وماشي على الطريق الإقليمي، يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحرة علشان ما فيش اي كثافات منه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. واللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل طريق الدائري، لكن اصبحت اقل طبعا من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات، وده لسحب اي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. هنكمل جولتنا ونروح لحد محافظة بورسعيد. في هناك سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل أكتر لما نوصل لشارع 23 يوليو. لو رحنا لشارع طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة في أول أيام السنة الجديدة. النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا، وده بيكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهتكون غزيرة بالليل على مناطق من اسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وهتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى. ودرجة الحرارة في القاهرة طبعا النهاردة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 26 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.